القرآن له حقوق خمسة. الحق الأول تلاوته بتدبر. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفار؟ كتاب أنزلناه إليكم مبارك لتدبروا آياته. الحق الثاني، نعم، العمل به، ليس مجرد فقط تلاوة وسمر ومتعة كأنه كتاب قصة. الثالث الاستشفاء به، استشفاء بالقرآن، استشفاء للأمراض القلوب وأمراض الأبدان. الرابع التحاكم إليه، أن نتحاكم إليه في شؤون الخاصة، شؤون الأمة، شؤون الدولة، منهج حياة. نعم. الوحي. الخامس نشره في الناس وتعليمه، وأنا أتلو القرآن.